النهارده وامبارح الحقيقه، وهذا الاحترام والرقي والديمقراطيه في التعامل، وايضا هذا الاحترام في وجود عائله الاهلي بالكامل. سياده العميد، ازاي حضرتك يا فندم؟ يا كابتن اسلام، مساء الخير يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. مساء الخير يا فندم. يعني اولا انا بهنيك على الشكل المتميز اللي ظهر بيه النادي امبارح والنهارده، حاجه جميله جدا جدا، منتهى الرقي ومنتهى الديمقراطيه. في النهايه هي عائله النادي الاهلي، وعائله النادي الاهلي حاجه كانت جميله جدا امبارح والنهارده يا سياده العميد. بص يا كابتن اسلام، طبعا ربنا يخليك، لكن هو احنا بنهني فريق عمل محترم يشارك فيه مجموعه كبيره جدا على مستوى ثلاث فروع النادي الاهلي، من اصغر عامل لاكبر واحد موجود. يمكن انا بس اللي هي الحظ او بشرف اللي انا في الفتره دي موجود، ودي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن فريق عمل يعني بذل مجهود خلال الشهرين اللي فاتوا بمنتهى القوه، محدش يعني ادخر اي جهد. وطبعا انا بنتهز الفرصه دي طبعا، ولازم يعني كلنا يعني انا في حد انا شخص عزيز عليا، انا مفتقده بصراحه في مواقف الجمعيه العموميه او المواقف دي بالذات، يعني الراحل العميد حسن مسعود يعني رحمه الله عليه. طبعا الله يرحمه. هو فارق معايا انا شخصيا جدا، بس برضه يعني طبعا هو اكيد في مكان احسن، فبنقول رحمه ان شاء الله، لان الراجل كان باذل مجهود معانا خلال الفتره اللي فاتت في مدينه نصر، والحمد لله رب العالمين. بس النهارده برضه يعني بنقول اللي عايز يعني انا بقول له المجموعه اللي انت سبتها وراك مدينه نصر فعلا قد المسؤوليه، وقدرت اللي هي يعني تنفذ وتحقق اخلاصك في العمل وجهدك في العمل اللي هو عمله يعني رحمه الله عليه. ايوه طبعا التنظيم انا يعني بشكرك، يعني الناس يعني لاحظت هذا التنظيم، ويمكن اعضاء الجمعيه العموميه النهارده لاحظوا التنظيم ده، وده طبعا يعني كابتن محمود الخطيب انت عارفه اكتر مني طبعا يا كابتن اسلام، اهم أيوه. حاجه بالنسبه له راحه العضو، وازاي الناس هتخش وتخرج، وازاي الناس هتيجي من مدينه نصر وترجع تاني، وازاي هيجوا من الشيخ زايد، بيركز ادق التفاصيل، وخصوصا بعد الانتخابات اللي فاتت، واللي كان في يعني بعض السلبيات شفناها احنا تلافيناها، ويمكن احنا عملناها في الجمعيه العموميه. كان في تنظيم الحمد لله رب العالمين بتاعت لائحه النظام الاساسي، الحمد لله الجمعيه العموميه السنه اللي فاتت، السنه دي كان في الحمد لله. يعني احنا كل مره فريق العمل ده بيقعد بيشوف ايه السلبيات الموجوده وازاي هنعمل جديد، وهو ده اللي احنا اتعلمناه، وهو ده اللي كابتن محمود يعني دايما بيطلبه وبيتابعه كويس قوي. اهم حاجه العضو اللي جاي عشان خاطر يكون متوفر له كل سبل الامان نمره واحد، الراحه اللي موجوده عشان خاطر انت النهارده ده دور عائله الاهلي، ازاي الناس تشارك في هذا اليوم، وده الوعي بقى الحقيقي بتاع اعضاء النادي الاهلي اللي احنا بنبارك لهم على الجمعيه العموميه بتاعتهم. وزي ما كابتن محمود قال يعني ده الثقه دي بتعاطق على مجلس الاداره استمرار في برنامج عائله الاهلي ان شاء الله باذن الله. اهم ما حدث في الجمعيه العموميه في خلال يومين امبارح والنهارده. والله اهم حدث في الجمعيه العموميه خلال يومين بقى، انا مدير النادي وما ينفعش اقول الكلام ده، اللي كابتن محمود الخطيب رجع بالسلامه وعمل حشد في الجمعيه العموميه، الناس كلها عايزه تصور عليه، وربنا يديم عليه محمد دايما يا رب. ايوه تمام. فالحمد لله رب العالمين، يعني لا يعني كلها يعني احداث جميله جدا، الناس النهارده دخلت انبسطت جدا جدا من التنظيم اللي موجود، ازاي بيتابعوا الانجازات اللي مجلس الاداره عملها والطفره الانشائيه اللي اتعملت في الخدمات الاجتماعيه اللي موجوده. الحمد لله رب العالمين نفس القصه، الطفره والجهد اللي بيبذل على مستوى النشاط الرياضي، الجهد اللي بذل على مستوى قطاع كره القدم. يمكن انت النهارده يعني هقول انت عملت اكبر صفقات في اسرع وقت ممكن في 41 42 او 43 يوم صفقات لفريق كره القدم، وكلكم تابعين هذا الكلام. في سنه وموسم صعب جدا جدا على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي، ولكن يعني رئيس النادي الاهلي بيعلم الناس دايما اللي هناك ازاي نحترم الراي والراي الاخر، وبالذات الراي الاخر لازم نحترمه ونستفيد منه طبقا للوائح والقوانين، وبترد دايما في اطار اللوائح والقوانين وفي اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا شغالين عليه. طبعا اعضاء الجمعيه العموميه النهارده شاركوا، والحمد لله هي كملت الجمعيه العموميه. نعم. ويمكن الحضور المفروض كان يبقى 50%، فالجميل اللي برضه النهارده برضه دي الثقه، وده برضه عاطق على مجلس اداره النادي الاهلي ثقه الساده الحضور اللي هم جم حضروا ومشوا، ويمكن كان موجود في القاعه 601 منهم 500 كانوا عايزين يتصوروا مع كابتن محمود الخطيب، يعني ربنا يديه الصحه. 500 ولا 602؟ 602 يعني. فالحمد لله رب العالمين خلصت على خير. الحمد لله. برضه هنرجع نقول تاني احنا بنحترم الراي والراي الاخر،
وبنستفيد من كل راي بيتقال، وهو ده الهدف الاساسي عائله الاهلي. طبعا النهارده لو كان في حد موجود احنا بنوجه له الشكر على مجهودهم اللي هم على مدار اليوم بييجوا وبيحضروا نفسهم وعندهم حرص اللي هم ازاي يشاركوا في الجمعيه العموميه، والناس بتيجي تقول لك احنا عملنا اللي علينا، وانت بتبقى سعيد جدا. دي ثقافه، خلي بالك، ثقافه طبعا غيرها يعني رئيس النادي الاهلي ومجلس ادارته، الثقافه دي ما كانتش موجوده. انت ازاي النهارده بتخليهم بدايه من يعني الناس شاركت في دستور النادي الاهلي اللي هي لائحه النظام الاساسي، ودي كانت برضو اول مره، وفجأة جماعه ده جماعه ومعه فاجئت الناس كلها يعني اللي هي اكتملت وبقى عندهم فعلا لائحه النظام الاساسي. ايوه السنه اللي فاتت الجمعيه العموميه اكتملت برضو الحمد لله رب العالمين. السنه دي نفس القصه، الجمعيه العموميه اكتملت ولكن فوضوا مجلس الاداره في مناقشه جدول الاعمال واستمرارهم ودعم ليهم في استكمالهم لانجازاتهم ان شاء الله، سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي والخدمي ان شاء الله. يا رب كل التوفيق. النهارده عندي نجمه من النجوم اللي موجوده دائما في قلوب كل الاهلاويه، كابتن خالد بيبو، لو حابب تقول له اي حاجه. لا كابتن خالد بيبو انت عارف طبعا ده يعني ده اخويا وعزيز على قلبي جدا ومن افضل الاداريين، بدون تحيز ليه. ويمكن كابتن خالد برضه من الناس اللي ساعدت معانا في التقرير اللي موجود برضه، ده حقه. انت عندك طفره النهارده على مستوى اكاديميات كره القدم، في كره القدم في النادي الاهلي. وراجل النهارده بقى ما شاء الله رايح في السويس ورايح في اسيوط ورايح في اسوان، وربنا يكرمه. ما بنشوفوش، مش عارفين نشوفه. ويا رب يعني خلاص، وربنا يكرمه يا رب، ويعني باذن الله ملف بقى الاكاديميات في افريقيا يعني ما شاء الله، وفي عنده في الدول العربيه الامارات والكويت. لا في يعني ما شاء الله، يعني انا دايما يعني خالد كابتن خالد بيبو انا بعتز بيه جدا، راجل اداري ناجح وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. وماذا حدث في